في 2016 دخلت مسابقة على مستوى الجامعات يعني، وعلى مستوى جامعة القاهرة، وخدت مركز ثالث غنى. أحسن حاجة حصلت إن أنا اتجوزت طبعا. 2016 كنت حضرت حفلة للكينج، وكانت دي متهيألي أحلى حاجة حصلت لي في 2016. مفيش حاجة حصلت لي حلوة في 2016 خالص. نقلت مدرسة، رحت مدرسة أحسن. أنا الحمد لله تفوقت في المذاكرة، ويعني يعتبر هي دي الحاجة الكويسة اللي عملتها في 2016. سافرت بعيد عن أهلي وأنا وأصحابي لوحدنا بس. يعني نجحت وخدت شهادة تقدير. 2016 كان في حاجات كويسة كتير، زي مجموع الثانوية العامة اللي أنا جبته، جبت 94% ودخلت تجارة إنجلش. جبت مجموع كويس أوي في تالتة إعدادي، جبت 97%، وحسنت أرقامي في كل بطولات السباحة اللي نزلتها. 2016 كانت سنة حلوة عشان نجحت فيها. اللي حصل لي كويس إن أنا شايفة ريسنا بيعمل مشاريع حلوة قوي قوي، وأنا مبسوطة قوي بيه وبحبه قوي قوي قوي. الحمد لله نجحت وجبت مجموع عالي في المدرسة بتاعتي وخدت مركز. أتمنى في 2017 الناس اللي هي الوحشة تمشي، والناس اللي هي بتفسد البلد في كل حاجة، عشان احنا بجد تعبنا، وتيجي مكانهم ناس احسن. في 2017 ان انا انجح ان شاء الله في الجامعه واشتغل في مجالي، وان ربنا يكرمني في حياتي يعني. اتمنى يبقى في سلام للبلد بتاعتنا وراحه البال عموما. في 2017 اتمنى ناخد الدوري ويبقى في مستقبل احسن ليا في التنس اكتر. يبقوا اولادي بصحه الحمد لله، بناتي، وانا ابقى بصحه، والبلد تبقى كويسه وبخير. بس اتمنى في 2019 يعني يكون سنه كويسه وانجح برضه. واهم حاجه طبعا البلد، اهم حاجه حالها تعدل ويبقى الدنيا تبقى مظبوطه تمام ان شاء الله. سنه سعيده ان شاء الله، وتكون عليكم على امه المسلمين كلها بخير. اتمنى في 2017 ناخد بطوله الجمهوريه في البصره.